حياكم بحلقة جديدة من الزبدة. اليوم ما راح أوريكم أي منتج، لكن راح أكلمكم عن الآيفون 7 أو الآيفون رقم 7، وهو التليفون الـ 11 من أبل. آيفون 7 11، ما حد يدري للحين إذا هو آيفون 7 ولا إذا هو آيفون برو، وإيش راح يكون مسمى هالجهاز من أبل. طلعوا ليك، طلعوا مودلز، واحد صيني حطالي صورة تليفون، واحد مسوي لي رندر، ما حد يدري. انت هل تدري ان انا قاعد اصور هالفيديو هذا بسروالي الداخلي؟ لا، ما تدري، يمكن انا لابس بنطلون جينز. شنو هم الاشياء اللي نعرفهم عن الايفون 7؟ سي باي باي تو هيدفون جاك، لان الايفون 7 ما راح يكون فيه هيدفون جاك. يعني اذا بتوصل اي هيدفون او ايرفون راح يكون عن طريق اللايتنينج، اللي هو الشحن مال الايفون. اذا تبي تشحن تليفونك وتسمع بالهيدفون بنفس الوقت ما تقدر، الا اذا كان عندك بلوتوث. الشيء الثاني هو دول لينز، نفس ما شفنا في الهواوي P9، علشان تستفيد من الدبث والفوكس والسوالف هذه والصوره واللون. ثلاث ارباع المجتمع قاعد يصور سيلفيز، ليش ما تبدل الكاميرا هذه وتحطها قدام؟ خلاص، اقوى تليفون ينباع بالسوق. يلا ثالث شيء، سمارت كونكتر. يقول لك الايفون البلس اللي يعني هو 7 بلس راح يكون فيه سمارت كونكتر. شنو الشيء اللي بتسوي لك كونكت حق الايفون؟ ليش ما تاخذ الشيء هذا وتحطه اوريدي انستولد، او يكون بالايفون كنيو فيتشر؟ ذات سمارت. طبعا في سوالف البروسيسور والال تي اي والبطاريه وهالسوالف هذه. سرعه الال تي اي تعتمد على النتورك اللي انت شابك عليه، وين انت منطقتك في الكويت. اذا انت من الطبقه المخمليه في الديره كونكشن مالك تمام. الشيء الوحيد اللي انا ابي اشوفه في الايفون، بليز ابل، صار لي 4-5 سنين قاعد اشوف الكينوس مالتكم ما في ولا شيء. صراحه قلت واو، ولا ابي هالشيء هذا، ولا عجبني ان اي اشتري تليفون جديد. يقولون في تليفون اسود او تليفون كحلي. اذا حين في واحد منكم من المشاهدين قاعد تشوفون التليفون المخملي هذا الكحلي، مو تقطل الروز جولد هذا على جنب تاخذه؟ ايش رايكم؟ سو سبسكرايب.